كرامة؟ مالها كرامة؟ ايه ده؟ ايه اللي عمل فيها كده؟محب وطلعت قد كلمتي. عايز الصراحة لما كلمتيني بعد مكالمة رمان الأولانية أنا اتخضيت وقلت الليلة دي شكلها فيها عوأ وقلت روحي بلاش تروح. وإيه اللي خلاك تروح؟ مكالمة رمان التانية. مش فاهم. أصل أنت لما كلمتيني وتيجي خد بالك في كمين منصوب لك من براءة ورمانة دورتها في دماغي كده قلت لا لو في كمين يبقى منصوب منك انت وبراءة. قد كده بتثق في رمانة؟ والله الايام دي الواحد ما ثقش في النفس اللي طالع منه. ماشي يا فندينا اديني قدمت السبت وريني انت بقى الحد بتاعك عشان ارتاح. خدي بالك انا خرجت براءة من الحكاية دي عشان عارف انه مش هو المطلوب. عارف وقريب قوي هيوصلك مني رد ورد على عربونك. ماشي وانا خدت براءة على حجري زي ما اتفقنا ومستنية بقية الكلام. حلو استمري بقى في السكة دي وانا هقولك بعدين تعملي ايه. ماشي يا فندينا. والعالة وانا مستنياك. ماشي مع السلامة. لسه برضه عنده ومش عايزة تيجي معايا؟ مش رايحة يا ابو سنة. انا مش فاهم بس انت قلبة ليه على الجوازة دي؟ دي مش جوازة يا اخويا دي اسمها جنازة. يلا في ايه شو؟ في ان خميس بالجوازة دي ركب ودلدل رجليه على الكل واول واحد هياخد كتف هو حضرتك وانت فرحان لي وبتتقنتك وعايز تروح تزفه. انت باين عليك سكيرتي. ماشي خليك انت في النكد اللي انت فيه ده. هخليني يا اخويا. هو انا حاجة اعز ان اللي مرمية جنبي دي ومحدش عبرها بكلمة؟ كرامة هو في غيرها؟ دي البت قلبها مكسور.
دمها سال، هانت عليها روحها، وابن اختك ولا هو هنا عايش لي الدور وفرحان لي وعامل لي فيها عريس، تقولش كلبه وترمت. خلاص خلاص يا شوق، ما عادش يجي منه. على رأيك، ولا هي أول اللي ترموا ولا آخر اللي حيترموا. خليك أنت بس في اللي أنت فيه، ظبط دماغك، أنا هروح الفرح أعمل دماغ عالية أوي وحجيلك. هات يا جمال يا رب. كده يا بنتي كنت هتروحي في طيس، مش حرام عليكي روحك؟ وايه الفرق بين الموت والخرس؟ ما الاتنين سكوت وجع متداري محدش حس ولا ينفع تشتكي منه.
ربنا خلق للبني آدم صوت مش علشان يتكلم بيه مع الناس، ربنا خلق الصوت عشان نصرخ بيه لما نتوجع من الناس. ست كرامة، ايه شربية؟ عاملة ايه دلوقت؟ الحمد لله زي ما انت شايفة. طب اطلعي انت، انا هقعد معايا. ماشي. هانت عليكي روحك يا هبلة، بدل ما تضيعي نفسك فكري ازاي ترفعي راسك تاني، تقفي قصاد اي حد بيحاول يحرمك حقك في الدنيا. انا هساعدك بس انتي لازم تقفي من تاني، لازم تبقي ورايا وانا وحياد ده ولا يبقى على ذكر، لا هجيب لك حقك منه تالت ومتلت. I'm not loving you way I wanted to. What I had to do, had to run from you. I'm in love with you. فدينا ربنا يتمم بخير. هيتمم ان شاء الله. اشتهالنا فدينا براه. مبروك يا عروسه. ميرسي. قال لك افندينا. ايه سامع بعافيه ولا ايه؟ عن اذنك يا فدينا. عادي. مبروك يا باشا. ما يفوتكش واجب يا معلم. معقول ده فرح زينة البنات وسيد الرجالة. مبروك يا باشا. الله يبارك فيك يا براء. ذوقك حلو يا معلم. ده انا كده هغير رأيي فيك. اتفضل اتفضل. شكرا. نوح مش ناوي يجيبها لبرا يا حاجه. اطمن يا ابو سنه، اعلى ما في خيله يركبه. الخميس خلاص ركب الكل ودلد رجليه. معاك حق. هات يا جمال يا رب. أهلا بكم من جديد في لازم نفهم، وبنواصل مناقشة قضيتنا المهمة جدا، الترامادول في مصر. آباء وأمهات وشباب وناس جربوا وناس أقلعوا عن الترامادول، وناس لسه عايزين يقلعوا نفسهم يتخلصوا من هذه المصيبة، هي ابتلاء كبير أو كارثة كبيرة. أعرف إزاي إن ابني
أو بنتي أو فرد في الأسرة وقع فريسة لإدمان الترامادول. السادة المسؤولون، نظراً لما يتعرض له الشارع من غزو عاصف لأنواع مخدرات متعددة ومتنوعة تستهدف كل فئات الشعب وتعمل على تغييبه وحبسه في دائرة تيه مغلقة، فقد قررنا نحن فريق العمل بمكافحة المخدرات النزول إلى الشارع في حملات موسعة ومتوالية لضبط الأوكار والتجار والموزعين في كل شق في البلد، أملاً في تكوين حائط صد يعوق خطة انتشار تلك الأوبئة في الشارع واحتوائه والعمل على الوقاية منه، خاصة أنه لم يعد يصيب الشباب فقط إنما توسعت أنشطته وأصبح يصيب كل الأعمار من كل الفئات، ليقتلع جذور الثبات ويلقي بنا في بئر الغياب. الخطر لم يعد مجرد مخدر يصيب الوعي، إنما تجاوز تلك الحدود الضيقة إلى آفاق أوسع وأصبح الخطر في كل بيت لاكتسابه شرعية الدواء ولصعوبة كشفه. إنه الترامادول وباء العصر، ولأن الخطر لم يعد قاصراً على البيع والتعاطي فإني ألتمس من سيادتكم الإذن بالحصول على الموافقات القانونية اللازمة لتفتيش ومراقبة مجموعة من المشتبه فيهم لما يمثلونه من خطر على استقرار وأمن المواطنين، وباعتبارهم منبع السوق، وهم الآتي أسماءهم: خميس عنتر أبو سنة، طوية أبو سنة، وشقيقها أبو سنة، والنوح السكرتي، براء النوح السكرتي. أقدمه لسيادتكم مقدم آسر منصور في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. الحكومة يا معلم. اقعد يا شلوفة. يا معلم بقول لك الحكومة. كمل لعبة يا شلوفة. الله فيه. معلم ابو شنك، الحكومه كبست على بيتكم. هنكمل الدور ونشوف في ايه. اغفى. حاضر يا معلم. خشب يا معلم، ما تزود النار يا ده كارع. هات يا جمايل يا رب. هو فيه ايه يا حاجة؟ الحكومة عندنا بتعمل ايه؟ البيوت لها حرمة يا حضرة الضابط. انا معايا امر بالتفتيش يا معلمة. وماله؟ بس بالاصول، مش تخشوا هجم كده على الحريم وهي بتفك عن نفسها؟ ثم ان راجل البيت مش موجود من اصله. ربنا يرجعه بالسلامة. انا هبعت له رسالة بارك له على شهر العسل اللي بيقضيه ده. ولما انت عارف يا حضرة الضابط ان صاحب البيت بيقضي شهر العسل، يصح برضه تهجم على بيته في نصاص الليالي وهو مش موجود، وتسيب رجالتك يدهوسوا في وسط حريمه ويكشفوا سترهم؟ دي اصول برضه. مفيش حاجة يا فندم. مفيش أي حاجة يا فندم. المرة دي فلتته من إيدي برضه يا أبو سنة. عقبال المرة الجاية يا باشا. بحياتك. أنست وشرفت. ابقى تعالى زورنا. يا باشا على فين؟ الله. الله مش استنى ما تاخد واجبك. دعنا حتى دبحين النهاردة. أصلي يا أبو سنة. تلميذك يا معلمة. ما تدق يا ولية أنت وهي. هيا يا هيا.
طب وعليا النعمة لو هو بناحية عتبة البيت ده لكون قتله حاج بطل بقى غاغة فرغة ما انت السبب في كل البلاوي اللي احنا فيها دي انت اللي خليتنا طاطي واتلجم ولساني يتكتب في حلقي قدام الخلق وكل ده من ايه من تحت راس عمايلك السودة وانت يعني كنت عملت ايه يا حاج ما انت سايبه مبارطع في الدنيا من ساعة ما خرج من السجن ومتريه وعامل مش شايفه وبتدور على سكك عشان تتصالح معاه ونسيت ابنك وطار ابنك انا يا اجمع روحت شميت نفسي تحت رجلين بنت لعبت بيا الكوره وسلمتني ليا ابو العريف هقتلها يا حاج هقتلها وهقتلها تاني يا براء تاني وتالت ومليون يا حاج انا مش عايش في الدنيا دي غير عشان هو يموت وفروا صوتكم العالي ده الخميس اللي خد منكم كل حاجه ولسه كمان جاي ياخد البيت ايه ده من امتى يا مطره بتتجسسي عليا انا وابني من ساعة ما عصبكوا باظت يا معلم وصوتكوا عالي قوي والدنيا كلها سمعته ومش انا بس قوليله قوليله يا مطره قوليله فوقيه خليه يفتكر اللي نسيه محدش نسي يا براء عشان يفتكر خصوصا المعلم يمكن الدنيا تكون لهيته شويه بس انا متاكده انه منسيش انا مش فاهم انتوا واقفين تحاسبوني كده ليه انا اللي سلمتك للحكومه عشان خميس يخرجك ويعلم عليك ويخليك محبوس في البيت عينك مكسوره مش قادر تشوف حد انت اللي سلمت البيت يا براء زي البنت رمانه ما سلمتك للخميس وحياه امها لكون مقطع من جسمها حتت ورا من كلاب السجن ما تسيبش راس القفا او تقفش في ديلها كده كده انت ميت ميت غرضك ايه يا مطر كسرتنا واحنا ماشيين من بيتنا مش هينا يا معلم وحياتك عندي يا غاليه لو ده حصل لكون معلقه من رجليه على باب البيت ده بره أنا مش خارج من البيت ده غير على انت بتعمل ايه يا خميس؟ الله مش انا اللي منقيها يبقى لازم انا اهتم بيها اوعي تضيعيها اوعي تضيعيها ده انا منقيها من وسط الف جوز انا اول ما شفت الجزمه دي قدامي شفتك فيها نعم اقصد يعني لايقه على رجليكي والله يا خميس انت ساعات بيبقى عليك حاجات صعبه تتفهم بقول لك يبقى احنا هنضيع اول ليله في شهر العسل في سين وجيم ده حتى يبقى فال وحش ولا ايه انت عارف يا خميس انا عايزه الف في البلد دي حته حته بس من بدري ما احنا هنلف انما الليله دي في كلام تاني ايوه صح انت عارف يا خميس قصدي هو انت اخترت البلد دي ليه يا خميس قضيها بقى راغي ارغي في المرغي واحكي في المحكي واسحبي من رصيدك الله طب هو انت عايز ايه يعني سلامتك يعني الله يسلمك احنا هنستهبل يا بنت كده هنخش في وقت الذروه والزحمه الزحمة هتبقى شديدة قوي والشمس هتقور نفوخنا خلاص خليك في حالك وبعيد عن الزحمة طب ما ناخد جنب انا وانتي ونقضيها ونقول بسم الله ليه بقى يا خميس هو انت هتاكلني
أكلك ده إيه؟ أنا هحلي. أجيب لكم منين؟ أجيب لكم منين؟ إيه؟ بتاكلوا في قتة محلولة وما أنتوش دارين؟ أنت إيه؟ هتتبطل على نعمة ربنا يا مغاوري؟ كل يوم هات هات هات، أنا عايزك على بنك. هات إيه؟ كل ده عشان بقول لك عايزين كيلو فاكهة للعيال النهاردة؟ النهاردة كيلو فاكهة، وإمبارح كيلو بسبوسة، إيه؟ ما اللي جاي على قد اللي رايح. رايح على الهباب اللي أنت بتبلبعه، على كل شوية برشامش أشكال وأنواع لما خلاص لحد دماغك. يا نهارك أسود، أنت هتتدخلي كمان في مزاجي؟ ما أنا ببلبع البرشام عشان ما أشوفش خلقتك، أوعى. يا مغاوري حرام عليك يا اخويا، انا عايزاك تفوق، حرام عليك يا مغاوري. حرمت عليك عشتك. بقولك ايه، تدفعي وتاخدي عيالك وتغوري بستين داهية عشان انا لا طايق ولا طايق عيالك. شاير كل يوم على الحال ده ولا ايه؟ تطلع نكد بقى. بعدين يعني انا ما ضربتكيش بالنار عشان تقعدي تقوي كل الليله كده. انا كتير دعوه بيا اصوت على ايدك حر. حياتي عليها يا بشاير، ما تزعلش مني. يا سلام تشد شعري وتمد ايدك عليا وتقولي حقك عليا. بصراحة يا بشاير، أنا أول ما شفت الشريط برج من نافوخي طار واتجننت. أنت يا بشاير، أنت وأنا كانش عرفني إنه باب. أنا قلت لك إني باخده عشان السنين دي في الوقفة في المطبخ والجري ورا العيال وأمك. وهم، والله العظيم وهم يا بشاير، وفي الآخر مفيش أي حاجة، كيمياء كيمياء. وعارفة بيأثر على إيه؟ بيدمر المخ وبيفرتك الجهاز العصبي يا بشاير. إيه؟ راحت فين دماغك يا بشاير؟ طب ما أنت أخدته قبلي في اليوم اللي كنت فيه تمام، ولا أنت فاكرني مش عارفة؟ بشاير أقول لك بقى، بلاش نفتح، خلينا تخبي تحصل. بشاير بشاير، هتقومي نقعد مع بعض شوية، نرغي شوية. هي طالبة معايا رغي دلوقتي. طب بقول لك ايه؟ طب ما تاخد ربع كده عشان القعدة تحلى وابقى بتطيرني. ربع ربع. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. لا لا، ده احنا اتحسننا كتير قوي. الحمد لله، شكرا على الورد. عجبك؟ ده عبال الشمس اللي بحبه. احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يصحى من النوم كده على الصبح يلاقي الورد اللي بيحبه. بس حضرتك عرفت منين ان انا بحب عباد الشمس؟ بصراحه انا ما عرفتش. مش فاهم. انا اتغششت. منين؟ غمض عينيك وهتعرف حالا. ادخل. فتح عينيك مريم. ازيك يا شادي. ازيك يا مريم. صحيك يا شوق؟ مش جاي لي نوم. ايه اللي شاغل بالك؟ انت. انا؟ طب والله عيال، بشرة خير. صعبان عليا، مستخسرك في اللي انت فيه. عايز تقول ايه يا شوق؟
بصراحة كده ما بقتش طايقة البيت ده ولا أي حد فيه. طب يا حبيبتي ما احنا كده كده هنسيب البيت ده ونروح بيتنا. بيتنا؟ شلها يا بيتنا. قول بيت خميس، بيت الغندورة الجديدة، وإحنا خدامين المعلم. إيه شو؟ إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ ولا حاجة، كمل نومك. استني هنا كمل نومي ده إيه؟ يعني أنت حديف الطوبة وتقولي كمل نومك، في إيه؟ والنبي أبو سنة تسيبني فينا نفي. إيه يا حبيبتي ده الموضوع بقى عليه كبير بقى. مالك في إيه؟ الله لا يسيئك تبعد عني. ما أنا لازم أفهم. في حاجات ساعات الواحد لازم يسكت عنها، أسلم للكل. يا شوق ما تتكلمي في إيه؟ يعني لو اتكلمت هتصدقني؟ حبيبتي وأنا من إمتى بكذبك؟ أنت بتلف وتدوري حوالين إيه؟ ما تقولي. اتفضل. ايه ده؟ عربون محبة من ابن اختك لاجل ما يوصل الود بينا ويدوس على شرفك بالجزمة. خميس؟ فاكر لما دخلت علينا وهو اتربك وقعد يهفلك بكلام مش مفهوم؟ كان جايب لي العقد ده وعايز يلف حوالين رقبتي. وسكت ليه يا شوق؟ ما قلتش ليه الكلام ده في ساعتها؟ ما رضيتش اولع في البيت حريقة. قلت يا بنت اسكتي، اكيد الموضوع هيعدي. لكن هو ما بيبطلش، كل ساعه بيحاول، كل الليله بيرمي بياضه، ولما زودها ما بقتش قادره خلاص استحمل. زودها يعني قرب منك؟ اخصى عليك يا بوسنة، ده انا شوق. خميس